صوت أسد، سمعان صوت أسد. إذا قدرت تشوفه راح قوي سعري من مكاني هذا. شفته. لازم أروح الطلقة. صبته على ما أظن صبته. نروح نتفقد آثار الدم. صفر بالمي هذاك هو، هذاك هو، هذا مو أسد، هذا لبوة انتاي. هذا هو، شوف. والله بالمعدي والأمعاء منيح. تصنيف ولا شيء، نون بيجي فوق النون، بيجي سيلفر، بعدين برونز، بعدين جولد، وعلى شيء دياموند. طلع هذا نون انتهي. سمعان صوت مشي أسد. صبتو صبتو نجهزها بيدنا اذا مشان اذا هجم علينا، لانه هي فيها 5 رصاصات. مظبوط اضعف من هذيك الام، رصاصة واحدة بس. كل ما صبتو بيوقف مكانه وبعدين بيهجم. الوجع سمعاني صوت الخنزير كمان، بس هلق ماني فاضي له هلا. هذاك طلعوه. مشكلة هذا الأسد صيده صعب، لأنه وقت اللي بيسمع صوتك بيرقد مسافات، يعني المسافة اللي بيهرب فيها مو مثل الغزال. بيرقد وسريع، بيهرب لعند السماء. والله شلون يا شباب، شلون بالله. استنى شو راح تنشيل. لا طلعوه. كويك كيل 0%، سرعة القتل بس. برونز والله حرام، برونز وين صبناها؟ مشان هيك عطونا برونز. هلا جبناها بالرئة، كان عطانا اعلى. والله ذكر اكيد راح يكون ذكر لك ايش راح يكون. المسافة 154 متر، يعني تقريبا ضعف المسافة عن الغزلان اللي قتلناها من شوي. 565 برونز، اكس بي 199، 1324. يعني مو هالفرق كبير بين الغزال. ليفل 60، يعني هداك الغزال اول واحد اللي قتلته كان ليفل 4، هذا 60 يعني ليفل اكبر. بس راح ناخده. اسد ابيض، ابيض، اسد ابيض. أبيض صبتو. ليكو 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 أسدتيني. بقى بدي أعبي، بدي أعبي لك. استنى اسمع شوي، اسمع. مات تعالي جاك الموت انت. صبناها. ماتت؟ لك ايش عارف يصير؟ هلا هذاك، قول هذاك البراون البني نتركه بحاله هلا. ابيض نادر، هذا نادر. حما صرت مي، اقسم بالله قد ما شوفت. شايفين بالله. ليكو منظر وحاي، والله العظيم منظر وحاي. هذا هون كمان اللبؤة، الاول ما نروح على اللبؤة. ليك مثل ما شايفين هون
من بتكبس على الاف بصير يعمر لك يا برج بتقع عليه وبتصطاد. استنى ماتت؟ هلا بنروح بناخذ الاسد قبل ما نروح نروح علينا مثل ما اتفقنا. بنروح الاول على اللبؤة مثل ما اتفقنا. بنروح الاول على اللبؤة هيك دمه. مي 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 سيلفر 687 هيك سويت فيزياء. طيب هذا ما بدنا نحفظه، احنا بدنا هداك سبرايز. ليك والله خيال. اللهم صل على بسم الله. لا 745 الله حرام له. 54 سيلفر بس بالنسبة ليكو والله والله شلون بالله هذا ليكو تدفع 7280 كاش لحتى تاخذه. انا اهلق راح اخذ عليه 1382 بدفع مقابله لحتى احفظه عندي بمجموعتي مجموعة الحيوانات اللي عندي. بعدين فيك تعمر قصر، بتشتري القصر بتحط فيه مجسمات للحيوانات. لحد الان ما شفت يمكن غير واحد يوتيوبر اجنبي عنده اصطاد مثل هذا الاسد الابيض. يلا انا ناخذه. صحيح المسافات 245 متر ليفل 60 ذكر الباينو 212 كيلو رام ناخذه. هلا خلينا نرجع للاسد اللبؤة اصطدناها بالجانب الثاني. يلا هذا الاسد، هذا الاسد اللبؤة اللي من شوي اصطدناها. واخيرا ها نشوف اخر مستوى 233 امتار. يلا بناخذها مثل بعضها. لعنت ابو شرفه برك مات 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 بسرعه 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 برك خلاص. استنى يا بابا بس لحتى تجيب هالاسد هذا هالاسد هالابن الاسد هذا انه اجى لعندي. كم اسد صار اليوم صدنا؟ والله ماني عارفان. هذاك يكون كمان اسد اسد ابيض هذاك. ليك 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 على الاسد ليك جلده قاسي ما ما بيموت بالهين هذاك. يلا لك انا باخذ الاسد وبعدين بيجي عليه. ليك الافتخار ليك ليك الافتخار. جولد اخر صيد جولد ليك على وجهي 925 يا محمد. تعرف لو لم وصل 960 كان هلا قضية دايموند دايموند مدري ايش اسمه ما بعرف ذكر 247 8 لك ليش جولد ليك مستوى 8 133 متر اي جولد. والله انه هذا بيستحق 1000 لايك يا شباب. وبناخده كمان دروب. بس باليميني مشان تفتح بالهاي يساري بتقويز جيب عليه ايه خليت سبت سبت خليت سبت. لا تقويز لا تقويز لا تقويز سبت يا جعش. استنى شوف استنى استنى جهوني جهوني لا تحركه لا تحركه.
لتحت. وين طير على السماء؟ لتحت لتحت لتحت. اي بالحراف كو سنة شوف. اي خا 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 العصطيزة. صحيح العصطيزة.